الدولار يضرب الليرة السورية مجددا ويسجل 9200 ليرة في الشمال السوري. للتفاصيل كمل معايا الفيديو للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحديث لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية اليوم السبت 27 مايو 2023. بس قبل ما نبدأ جولة التحديث ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. كل النتائج والمؤشرات الحالية بتؤدي إلى نتيجة حتمية، وهي مزيد من التراجع للليرة السورية أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية والعربية خلال الفترة اللي جاية، رغم من أخبار المفرحة اللي بدأت بيها الليرة تعاملات اليوم السبت 27 مايو 2023. سجل سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة السورية اليوم 8900 ليرة للبيع و 8800 ليرة للشراء. أما عن تحديثات أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية في عدد من المدن السورية اليوم السبت 27 مايو 2023، فسجلت بداية عند مدينة دمشق اللي سجل فيها الدولار 9000 ليرة للبيع و 8900 ليرة للشراء، وسجل اليورو في مدينة دمشق اليوم السبت 9657 ليرة للبيع و 9545 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية مقابل الليرة السورية في مدينة دمشق 451 ليرة للبيع و 444 ليرة للشراء. أما الجنيه المصري فسجل اليوم السبت في دمشق 291 ليرة للبيع و 286 ليرة للشراء. أما الريال السعودي فسجل في مدينة دمشق اليوم 2405 ليرة للبيع و 2375 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 12697 ليرة للبيع و 12548 ليرة للشراء. أما الدرهم الإماراتي فسجل في مدينة دمشق اليوم السبت 27 مايو 2023 2452 ليرة للبيع و 2421 ليرة للشراء. أما عن أسعار الذهب في مدينة دمشق اليوم، سجل جرام الذهب عيار 24 566 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 497 ألف ليرة. أما جرام الذهب عيار 18 فسجل اليوم 426 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 1946.62 دولار. بالنسبة لأسعار الصرف في مدينة حلب، سجل الدولار الأمريكي 9050 ليرة للبيع و 8950 ليرة للشراء، وسجل اليورو 9711 ليرة للبيع و 9598 ليرة للشراء. أما الليرة التركية فسجلت اليوم في مدينة حلب 453 ليرة للبيع و 446 ليرة للشراء. أما الجنيه المصري فسجل في مدينة حلب اليوم 293 ليرة للبيع و 288 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي اليوم في مدينة حلب 2418 ليرة للبيع و 2388 ليرة للشراء. أما الدينار الأردني فسجل 12768 ليرة للبيع و 12619 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي اليوم 2465 ليرة للبيع و 2435 ليرة للشراء. أما عن أسعار الذهب في مدينة حلب اليوم، سجل جرام الذهب عيار 24 569 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 499 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 428 ألف ليرة. سجلت أونصة الذهب في مدينة حلب 1946.62 دولار. أما عن أسعار الصرف في مدينة إدلب، سجل الدولار الأمريكي 8950 ليرة للبيع و 8900 ليرة للشراء، وسجل اليورو 9603 ليرة للبيع و 9545 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 448 ليرة للبيع و 444 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 290 ليرة للبيع و 286 ليرة للشراء. أما الريال السعودي فسجل في مدينة إدلب 2391 ليرة للبيع و 2375 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 2338 ليرة للبيع و 2421 ليرة للشراء. سجل الدينار الأردني في مدينة إدلب 12627 ليرة للبيع و 12548 ليرة للشراء. أما عن أسعار الذهب في مدينة إدلب اليوم، سجل جرام الذهب عيار 24 563 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 494 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 424 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 1946.62
62 دولار. دي كانت جولتنا لاستعراض تحديثات اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبيه والعربيه امام الليره السوريه اليوم السبت 27 مايو 2023. لو وصلتك ما توقفهاش عندك علشان توصل لغيرك ويعرفوا تحديثات الاسعار اول باول، وتابعني علشان هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.